فإن كان مؤمنا يقول ديني الإسلام، ومن الرجل الذي لو سفيره، فإن كان مؤمنا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمود الطوفي القارئ بدار نزاع الدستور، وأشرف رأس الحاضرين والبقاء لله للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسرور على مصحف الصوت والصور فراشة رئيسة فراشة أولاد العسكري مع الحياة محمد محمود الصالح العسكري.